خوتي خواتاتي الاعزاء، السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير ورزقكم ربي الفضل والتيسير والرزق الكثير. نزلوا ديروا جامد دابا الله يرضى عليكم باش ما تنساوهاش. المهم الاحداث ديال هذه القصه ديال اليوم، غدينا لمدينه فاس في عام 2005، نمشيو ليها بالضبط مع 12 ديال الليل. واحد الدوريه ديال الامن في اطار الخدمه ديالهم، خدمه اعتياديه. الدورية ملي كانت كدور في المدينة بالليل في إطار ديك الجولة التفقدية اللي كيديروا، كما كتعرفوا مور 12 ديال الليل خصوصا في الوقيتة ديال البرد، الدنيا كتكون خاوية كتصفر، كل شيء على برا خاوي، الناس داخل لديورهم وسادين عليهم بيبانهم، البوليس هما اللي كيبقاو يدوروا في المدينة كيشوفوا واش كل شيء هانية، الأمور كاملة هي هاديك ولا لا، حيت بحال والو شي حد يكون معطل يخرج شي شفار ولا هذا يكريسيه، يكون شي شغاب شي صداع اللي كيحتاج التدخل ديالها. فهاد الليله هذه بالضبط اللي كانت بتاريخ 15 شهر 2 فبراير من نفس العام، البوليس ملي خرجوا على المدينه تقريبا بواحد 2 كيلومتر، في واحد اللحظه يشوف واحد الطوموبيل كحله من نوع مرسيدس واقفه في الجنب ديال الطريق، ولكن اللي طار انتباههم اكثر ماشي هي الطوموبيل، وأن ديك الطوموبيل نيت كانت واقفة بواحد الطريقة كتجيب الشك، يعني ماشي شادة اليمين واقفة، لا كانت طريقة اللي كتدخل الشك. أول حاجة غادي طيح ليهم في بالهم، يعني هاد الطوموبيل شنو واقفة كدير في الخرجة ديال المدينة وفي هاد الوقت هذا. الاحتمال الأول اللي فكروا فيه البوليس قالوا ياك ما جالسين فيها شي وحدين كيشربوا، البوليس هادشي اللي جاهم في بالهم، حيت اللي مبليين الاغلبيه ما كيقدش على داكشي ديال البار كيجلس في طوموبيلته وكيشرب بعد على السطح. اصلا البوليس كيخرجوا يدوروا غير على بحال هادو، بحال هاد الحالات هاد. قربوا حداهم وهبطوا باش يمشيو يشوفوا شنو واقع تما في ديك الطوموبيل، وهنا في غادي يتفاجئوا بجريمه من ابشع ما يكون. البوليس غادي يلقى واحد السيد مقتول ومليوح في الكراسه اللورانيين ديال ديك الطوموبيل نيت. بوليس ما فهموا والو، داخو الناس مشاو على اساس يلقاو شي وحدين طالق الموسيقى وكيشربوا ويقولوا لهم حيدوا من هنا ولا كذا، حتى كيلقاو جريمه قتل قدامهم، ها هي جثه في الكراسه اللورانيين ديال الطوموبيل. وغير من الحاله اللي كانت على الضحيه كان باين انه تلقى ضربه قويه بشي اداه حاده في العنق ديالو، هذيك الضربه كانت كافيه طيحوا جثه هامده. تاني حاجه لاحظوها هو ان من خلال الكوستيم اللي كان لابس السيد، الكرافاطة والطوموبيل الغاليه، كيبان ان السيد لاباس عليه، السيد مسك عليه الله. بطبيعه الحال بحال هاد الجرائم هادو البوليس قبل ما يديروا اي حاجه مباشره كيعلموا الشرطه العلميه باش يلتحقوا بهم العين المكان، بقاو كيتسناو حتى وصلوا. ملي وصلوا الناس ديال الشرطة العلمية مباشرة بداو في المعاينة ديالها، وملي شافو داكشي اتضح ليهم بلي الضحية غيكون تقريبا في الخمسينات من عمرو، السيد باين انو نزف بزاف، الطوموبيل ديالو عامرة بالدم، الآثار ديالو كاين على الكراسة كاملين وحتى على الجاج، حتى الجاج راه ملطخ بالدم، وهذا كان دليل كافي اللي يخليهم يتأكدوا بلي ديك الطوموبيل كانت هي مسرح الجريمة، يعني الضحية ماشي تقتل برا ودخل، ألا تقتل فيها النيت. ملي مشاو باش يقلبوا الوراق ديال الطوموبيل ما لقاوهاش، جبدوا هذيك المظل ديال الشمس قلبوا في بواطابو، الوراق ما كاينش ديال الطوموبيل، ما كان حتى شي وثيقة تما لا في الطوموبيل ولا حتى في حوايجو، عياهم يقلبوا في الجهة، يعني غالبا هاد الشخص ولا هاد الأشخاص هادو اللي قتلوه يعني من بعد ما سالوا الجريمة ديالهم ما خلاو موراهم حتى شي وثيقة اللي كتخص الضحية، حتى شي وثيقة اللي كتخص الطوموبيل ديالو، كيصعبوا الأمور على الشرطة وصافي، بس زعما ما يتعرف عليه حتى شي واحد. حتى من المعاينة اللي داروا الشرطة على الطوموبيل ما لقاو فيها حتى شي دليل جنائي اللي يقدر يوصلهم للجاني، وهذا الشيء كيبين باللي هذا السيد اللي ارتكب هذه الجريمة كان حاضر راسو مزيان، هذا السيد واخد جميع الاحتياطات ديالو،
هنا كيبقى السؤال، شكون هذا السيد اللي حاضر راسو؟ يعني شكون اللي دار هذا الحاله في هذا السيد؟ هذا السيد اللي دابا ممدد في الكراسي، هذا السيد مول الكوسي مول الكرافطه، واش بعدا ديك الطوموبيل اللي تلقى فيها واش ديالو ولا ديال شي واحد اخر؟ المهم كاين بزاف ديال علامات الاستفهام كيدوروا للبوليس في راسهم. هاد الاسئله كان خاصهم ضروري يلقاو ليهم الجواب في اقرب وقت ممكن، ولكن اللي غادي يزيد يصعب عليهم البحث اكثر واكثر هي ديك المنطقه اللي تلقى فيها الضحيه ما فيها السكان اصلا، منطقه بخلويه خارجه عن المدينه، حيت كما قلت لكم في الاول جوج تراه تلقات في الخارج ديال المدينه ماشي الوسط، ودا غالبا بحال هادو منواو في الاول سكيريه غالبا كيبعدوا باش ما يبرزهم حد. البوليس ملي مشاو باش يمشطوا ديك المنطقه لقاو واحد ستاسيون ديال المازوت، وديك ستاسيون هي الوحيده اللي كانت قريبه من ديك الطوموبيل، يعني الطوموبيل اللي تلقات فيها الجثه. وهذا الشيء اللي غادي يخلي البوليس يمشيو يسولوا دوك الناس اللي خدامين فيها، يسولوا البومبيست، يسولوا دوك السربايا اللي كان في القهوه، ربما يكونوا شافوا شي حاجه في داك النهار، يعني شي حاجه اللي تثير الانتباه ديالهم. مثلا يقدر يكون الضحيه دخل ديك ستاسيون يكون دار فيها المازوت، يكونوا لاحظوا معاه شي واحد وعقلوا على الملامح ديالو. ولكن واخا البوليس وراوهم التصويره وراوهم الماتريكي ديال الطوموبيل وراوهم كاع الموظفين اللي خدامين تما وراوهم حتى داك البومبيست، سولوهم واش كيعرفوا مول هاد الطوموبيل هادي ولا مولفه كدير عندهم المازوت ولا لا، للاسف دوك الخدامه اللي تما ما تعرفوش نهائيا لا على الطوموبيل ولا على مولاها. اكدوا ليهم بلي داك النهار هما ما شافوا حتى شي حاجه اللي طارت انتباه ديالهم. المهم الشرطه العلميه من بعد ما سالوا جميع الاجراءات ديالهم، من بعد ما رفعوا البصمات اللي كاينين في الطوموبيل، خداو الجثه رسلوها للامورغ باش يشوفها الطبيب الشرعي. الطوموبيل وحتى الجثه خداو لهم مجموعه من الصور الاحترازيه، الطوموبيل صيفطوها للفوريه المحجز البلدي، الجثه صيفطوها لمستودع الاموات لامورغ كما قلنا باش تعرض على الطبيب الشرعي. على الله التقرير ديالو يقدر يفيدهم شي حاجه، يقدر يذكر لهم شي معلومه اللي تفيدهم البعث ولا تعطيهم راس الخيط اللي يبداو منه البيس اللي توصلهم للقاتل. كانت اول حاجه يبداو منها هو انهم يرجعوا يقلبوا في كاع المحاضر، ربما يلقاو شي محضر فيه التصويره ديال الضحيه اللي يقارنوها مع الجثه اللي عندهم يعرفوا شكون هو. يعني تقدر تكون عائلته، تقدر تكون مراته، تقدر يكون ولادو سبق لهم بلغوا على الاختفاء ديالها. ومن بعد بحث طويل، بحث اللي معنكش، للاسف ما لقاو حتى شي بلاغ على هذا السيد هذا اللي تلقى مقتول. لحد الساعه حتى واحد من عائلته ما بلغ عليه. ممكن ربما لحق شي لوقات الجريمه، يعني يقدروا يكونوا عائلته ما عندهمش الخبر، يقولوا راه مسافر ولا شي حاجه، يعني باقي المده ماشي طويله اللي الاختفاء ديالو عيثير انتباه ديالهم، حتى هذا كيبقى احتمال. المهم من بعد ما دازت 24 ساعه اخرج تقرير ديال البصمات، وهنا فيها يتعرفوا على الهويه ديال السيد، يعني شكون هو هذا اللي تقتل وفين كيسكن. هذا الشخص كان سميتو عمر، في عمره 52 عام، كيسكن في واحد من الاحياء الراقيه ديال المدينه. البوليس غير توصلوا للعنوان ديال السكن ديالو ديك الساعه مباشره، مشات واحد الدوريه وقصدوا نيشان الفيلا ديالو. ملي وصلوا للدار خرجت عندهم مراته، السلام عليكم. وعليكم السلام، معاك لالا البوليس. عمر واش كاين في الدار؟ مراته كتقول لهم لا ما كاينش. فين مشى لالا؟ قالت لهم بلي راجلها مسافر لمدينه قنيطره. ديك الساعه البوليس طلبوا منها باش تمشي معاهم على اساس بغاو يهضروا معاها في شي موضوع اللي كيخصها. السيده في الاول ما فهمت والو، قالت لهم علاش غادي نمشي معاكم؟ فهموني بعدا، قولوا لي شنو واقع وعاد ديك الساعه نمشي معاكم. شكون كتسولوني على عمر؟ ياك ما راجلي وقعت له شي حاجه. البوليس ما بغاوش يعطيوها راس الخيط، ما بغاو يقولوا لها حتى معلومه، قالوا لها تمشي معنا لالا لتما وغادا تعرفي كلشي راسك. وفعلا داكشي اللي وقع،
داوها معهم الكوميسارية، جلسوها حتى ارتاحت، عاد علموها بالجريمة اللي وقعت الرجلها. من اللي علموها بالجريمة السيدة تفطرت بزاف، بدات كتبكي، خلاوها تهدنت وبداو كيبحثوا معاها مزيان، خاصهم يعرفوا شنو تحت راسها، زعما واش مرتو تقدر تكون عندها علاقة بهذه الجريمة هذه ولا لا. البوليس بداو كيطرحوا عليها مجموعة من الأسئلة. لا لا قولي لنا راجلك فاش خدام، فوكاش آخر مرة شفتي راجلك؟ قالت ليهم يلا البارح، البارح تقريبا مع 9 ديال الصباح علمني باللي عنده شي خدمة وراه غادي يسافر لمدينة القنيطرة. كتقول لهم بحكم الخدمة ديالو، الخدمة ديالو راه كتفرض عليه انه يكون كثير التنقلات، يعني كل مرة كيمشي لمدينة داكشي جاني عادي، اللي غادي نسافر القنيطرة. قلت له الله يسخر لك، تمشي في النجا وتجي في النجا. عمر قالت لهم ديما كيكون مسافر وفوق مارش قتلو كيرجع، مرة كيرجع على يومين، مرة على 3 ايام، ومرة حتى على سيمانة، يعني لا كانت عنده الخدمة في شي مدينة بعيدة كيمشي يقضي الغرض ويرجع، اما فاش كيكون يخدم غير في شي مدينة قريبة كيمشي الصباح وكيرجع في العشية. قالوا لها واخا لالا، راجلك فاش كيخدم؟ قلت لهم راجلي مقاول مع الدولة، راجلي كيشد مارشيات اللي متوسطة، ماشي شي مارشيات كبار، بحال داكشي ديال المؤسسات التعليمية، يعني كيبني أقسام ولا كيبني مراحل ولا شي حاجة بحال هكا، وبعض المرات راه كيشد طرقان ولا قناطر اللي كيكونوا صغار وكيكون خاصهم غير لوتوشات، يعني خاصهم غير يتصلحوا. قلت لهم عمر كان كيزعم غير على المارشيات الصغار، هو اللي كيتكلم بهاد الخدمة هذه. المهم أي حاجة عندها علاقة بالمشاريع الصغرى كيدخل وكيدفع حتى هو، وبعض المرات كيعطي معاك يعطي أثمنة قليلة كيترص عليه الصفقة، وداكشي اللي كاين. يعني السيد كل مرة الخدمة كتجي في مدينة، وهادشي اللي كيخليه غبر على دار. ملي وراو هاد التصويرة ديال الطوموبيل أكدت ليهم بلي ديك الطوموبيل راه هي ديال راجلها. البوليس ملي كانوا كياخذوا منها الأقوال ديالها، السيدة حسوا بها تأثرت بزاف، بحال كتفكر راجلها وغير كتبكي. طلبوا منها البوليس باش تهدن شويه وتعاون معاهم باش يقدروا يوصلوا للمجرم اللي دار في راجلها هذه الحاله. لو كيسولوها كيقولوا لها واش كتشكي في شي واحد، وشكون هما الناس اللي كانوا قراب بزاف من راجلك، يعني سواء من المحيط ديالو ديال الخدمه سواء من عائلته. هو سبق للضحيه، يعني راجلها سبق ليه عاود ليها باللي عنده شي مشكل ولا فايت شي واحد هدو بالقتل، يعني شي واحد ربما ربح له ديك الصفقة وداك المارشي كان معول عليه وربما بدا يهدو انه يصفيها له، بحكم ان السيد معروف ويقدر يكون عنده مشكل حتى مع الخدامة اللي خدامة عنده في ديك المقاولة ولا ديك الشركة. حتى الاحتمال ديال المنافسين يكون وقع له شي مشكل معاهم راه احتمال وارد، ان شي وحدين كيكونوا دافعين بجوج لشي صفقة او ثلاثة او اربعة، من كترص على واحد الاخر كيكون عنده كريديات ولا هذا كيكرهو. طبيعة الحال هادشي كيوقع كيطرى بزاف. نخليو الاحداث هنا ونرجعو للور باش نتعرفوا بعدا على هاد عمر، هاد المقاول شكون هو، خاصنا نعرفوا شكون هو بعدا. عمر كبر وسط عائلة لاباس عليها، بحكم باه كان مقاول كبير ومعروف في المدينة، باه كان كيبني الديور وكيعاود فيهم البيع. ملي الولد خدا الباك ديالو صيفطو باه لفرنسا، صيفطو باش يكمل قرايتو في تخصص إدارة الأعمال، وفعلا بقى سنين طويلة وهو مستقر في فرنسا. ملي كمل قرايتو عاد رجع للمغرب. في الأول يعني قبل ما يشد راسو بدا كيخدم مع باه، كان كيعاون باه في المشاريع ديالو، وفي نفس الوقت راه كيزيد في الخبرة وكيكتسب التجربة. مع المدة حتى هو غادي يدير الشركة ديالو، وبدا كيكبر فيها شويه بشويه وباه كيعاونو. بقى هكاك حتى وصل انه ولا يشد مارشيات كبار مع الدوله. كان هذا تعريف صغير على الضحيه شكون هو. دابا ملي عرفنا شكون هو، يعني ملي تعرفنا على عمر، نرجعو نشوفو مراتو شنو غادا تقول للبوليس. هاد السيده تقول لهم بلي راجلها كان الله يعمرها دار، راجلها السمعه ديالو مزيانه، يعني ماشي شي واحد اللي دبانتو زرقاء، شي واحد اللي كيدخل راسو في المشاكل. الزوجة كتأكد لهم بلي
ما عمره تشكى ليها من شي واحد، يعني ما عمره قال ليها باللي شي واحد عنده معاه شي مشكل، او شي واحد كيهدو، او شي واحد باغي يصفيها له، يعني ما كاينش هاد المشاكل نهائيا. قالوا لها واخا، وسبق الراجل كدا مع شي واحد، يعني عنده شي دوسي مع شي واحد في المحكمه، وما عندهم كيديروا عارفه، ولكن باش يسهلوا عليهم يختصروا كيسولوا هي. قلت لهم لا، هادشي ما كاينش، حتى علاقته مع العائله كانت علاقه مزيانه، ولكن اذا كان عنده شي مشكل في الخدمه الله اعلم، هو ما عمرو قال لي هادشي، وغالبا ما كان كيعاود لي حتى حاجه كتخص الخدمه ديالو، ما كيبغيش يصدع لي راسي. المهم من بعد ما خداو منها البوليس العنوان ديال الشركه دراجلها، مباشره يتوجهوا المقر ديالها. ملي وصلوا كيلقاو جوج ديال البنات خدامين تما، وصلوا عندهم طرحوا عليهم تقريبا نفس الاسئله اللي سولوا المرات، يعني منها كيفاش كان السلوك ديال الضحيه مؤخرا، شكون هما الناس اللي ديما كيكون معاهم، يعني شكون الناس اللي كيدور في الفلك ديالهم، ولا هما كيدوروا في الفلك ديالو، يعني الناس والمعارف ديالهم. حتى هاد البنات هادو بجوج ياكدوا للبوليس نفس الهضره، باللي الضحيه كان شخص مزيان، كان واحد السيد الله يعمرو الدار، وما عمرهم حضروا على شي مشكل وقع له في الشركه، ولكن هاد البنات عيفيدوا البوليس بواحد المعلومه اللي كانت مهمه بالنسبه ليهم. يقولوا لهم باللي عمر كان ديما كيكون معاه الشيفور ديالو، يعني فاش كيبغي يسافر لشي بلاصه الشيفور ديالو هو اللي كان كيديه. تما سولوهم، يعني اي واحد قريب للضحيه غادي يسولوا عليه ويجيبوه باش يحقوا معاه. سولوا هاد البنات قالوا لهم واش كتعرفوا فين كيسكن هاد الشيفور، واش عندكم شي وثيقه كتخصو، لان المفروض انه خدام مع الشركه. قالوا لهم لا، حيت المرحوم هو اللي كان عنده جميع الوثائق ديال الناس اللي خدامين معاه، ولكن الا بغيتوا العنوان ديالو راه عندنا. فعلا خضوا البوليس العنوان ديال هاد السيد هذا، يعني ديال هاد الشيفور، سميتو هاد السيد سميتو كريم، في عمره 35 عام. ديك الساعه صيفطوا له، استدعاوه وطلبوا منه باش يلتحق للكوميساريه في اقرب وقت ممكن، وكيكتبوا في داك الاستدعاء كيكتبوا لامر يهمك، اجا عندنا الكوميساريه شي حاجه كتخصك، وداكشي اللي كان. ما داش بزاف ديال الوقت حتى دخل عندهم كريم للكوميساريه. من بعد ما بداو يبحثوا معاه، سولوه في داك النهار بالضبط، يعني اللي وقعت فيه الجريمه، واش كنتي مع الضحيه ولا لا. حتى كريم ما نكرش، قال لهم فعلا داك النهار بديت الخدمه مع 8:30 ديال الصباح، مشيت نيشان عند الباترون، هزيتو وديتو لمدينه القنيطره على شي خدمه كانت عنده. قال لهم مع ديك 6 ديال العشيه كنا رجعنا بحالنا لهنا. ديك الساعة هو قال لي غير سير بحالك نتا الله يهنيك، أرى لي السويرتة ديال الطوموبيل، رانا بغيت نمشي لشي بلاصة غير بوحديتي. قال لهم وفعلا داكشي اللي كان، مول شي قال لي عطيني السويرت، عطيتو السويرت، عطيتو السويرت وجيت في حالاتي، هادشي هذا اللي كاين. قالوا له واخا، في ديك اللحظة اللي عطيتي السويرتة ديال الطوموبيل، واش ما قالكش فين غادي يمشي؟ واش ما وصلكش بالطوموبيل لدارك؟ قال لهم لا، ما وصلنيش لداري، وما قال لي حتى حاجه، ما قاليش فين غادي، وانا ماشي من حقي نسول، وهذا راه الباترون هذا ديالي، ماشي مولف من بصره انا وياه. المهم كانت هذه هي الاقوال ديال الشيفور. البوليس من بعد ما كملوا البحث مع كريم، لقوه يمشي في حالته، خطفوه راه حاطينه في دائره الشك، اي واحد كيشكو فيه الى ان يثبت العكس، وبطبيعة الحال هو يشكو فيه أكثر، لأنه آخر واحد كان في ذاك النهار مع الضحية. المشكلة اللي كاينة هو أنه في هاد الوقيتة البوليس مازال ما عرفوش شنو هو الدافع ديال الجريمة، واش بسبب السرقة، ولكن موراها شي تصفية حسابات، وربما يكون شي سبب آخر اللي ما يطيحش على البال كاع، شي انتقام شي حاجة بحال هكا. ولكن البوليس عطاو احتمال ديال 90% بلي الدافع ديال هاد الجريمة وقع بسبب السرقة. علاش في نظركم؟ البوليس تأكدوا من السمعة ديال عمر، عرفوا بلي الناس كاملين كلشي كيشكرو، كلشي كيقول ما عمر وقع له شي مشكل مع شي واحد، يعني ماشي شي واحد اللي عنده أعداء، شي واحد اللي فيه صداعات وفيه المشاكل.
وهذا الشيء كان بالنسبه لهم سبب كافي اللي يخليهم يشكوا باللي الضحيه تعرض للسرقه والسيد برزقه. غالبا يكون معاه اللي كيدهز معاه فلوس في شي باليزه صغيره، باغي يخلص الخدامه ولا باغي يخلص شي حاجه ولا باغي يدهن في شي بلاصه، غالبا يكون هز معاه الفلوس. السيد ملي لقاو ما عنده لا فلوس لا بصدام لا بليزه اللي كيحطوا فيها الاوراق لا حتى حاجه، السؤال اللي كان خاص البوليس عاود يلقاو له الجواب هو علاش الضحيه تلقى في داك الخلا، علاش تلقى في ديك المنطقه، واش كان مسافر شي بلاصه وتعرض له شي واحد في الطريق وزعما هو اللي يكون قتلو باش يسرق له فلوسه يعني باش يجريسيه. المهم هذا سؤال كان خاصهم يعرفوا الجواب ديالو، وباش يتاكدوا من هذه الاحتمالات هادو ويقطعوا الشك باليقين خداو امر من النيابه العامه ومشاو للبنك اللي فاتح فيها الضحيه الحساب ديالو. خاصهم امر من النيابه العامه حيت المعلومات سريه ما يمكن يعطيو حتى شي واحد اسرار على الكونت ديالو، شحال عنده ولا شحال تيرا ولا شحال هذا. خاصهم يشوفوا داك النهار اللي سافر فيه واش خرج شي فلوس كثيره من الحساب ديالو ولا لا. وفعلا ملي مشاو تما وسولوا الشيف داجونس قلبوا في ديك البنكه يعرفوا بانه النهار اللي وقعت فيه الجريمه بالضبط مع 3 ديال العشيه السيد سحب من حسابه مبلغ ديال 17 مليون. ملي فرغوا الكاميرات ديال المراقبه لقاو بلي كريم هو اللي وصل الضحيه حتى للباب ديال البنكه، كريم الشيفور ديالو وصلوا تما وبقى كيتسنى حتى خرج تير الفليسات وخرج. انا البوليس تاكدوا بلي كريم كان غير كيكذب عليها حيت اول مره بحثوا معاه قال لهم بلي داك النهار سافر هو والضحيه لمدينه قنيطره وما رجعوا حتى للساعه العشيه، لكن ها هو دابا من خلال التسجيلات ديال الكاميرا بانوا لهم مشاو للبنكه جوه 3 د العشيه، اذا راه ماشي جاو حتى للساعه العشيه واخا يكونوا مشاو لقنيطره راه جاو بكري. الشيفور ما تكرهمش نهائيا هاد التفصيل ديال انه في داك النهار مشاو للبنكه، يعني هاد السيد كيكذب عليهم، هاد السيد طالق هاد السلاح. اذا اي واحد كيكذب كيشكو فيه، مادام كتكذب كتخبي شي معلومه الا هو خايف منها. هادشي اللي خليهم يبداو يشكو في كريم الشيفور، قالوا ربما يكون عنده يد في هاد الجريمه، حيت اذا كان بصح ما عنده حتى علاقه بهاد القضيه هادي علاش في نظركم غيكون كذب عليهم؟ هنا البوليس ما غاديش يعتقلوه، شنو غايديروا؟ قرروا انهم يراقبوه غير من بعيد باش يشوفوا التحركات ديالو، يشوفوا لكان هو اللي دار الجريمه واش عنده شي شركاء يتلاقى معاهم ولا لا. خاصهم يدرسوا في عي يمشي وفي عي يجي ومع من عيتلاقى، وتقريبا راه بداو كيراقبوه المده ديال الشهر صابرين عليه ما مزروا بنشهم. هنا في عي يشوفوا شرا طوموبيل من نوع رونو اكسبريس، السيد رقد الفليسات غالبا عاد الشهر هذا ما قدش يزيد يصبر. السيد بدات كتبان عليه فلوس، وحتى ملي خرج تقرير الطبيب الشرعي اكد بلي سبب الوفاه كان هو الطعن باداه حاده على مستوى العنق ديال الضحيه. اما توقيت الوفاه كان قبل 5 سوايع من اكتشاف الجثه. بالنسبه للتقرير ديال البصمات ذكر فيه بلي البصمات اللي كانوا على الفولو ديال الطوموبيل كانوا ديال هذا الشيفور هذا ديال كريم، يعني كريم هو اخر واحد كان سايق طوموبيل، حيت كو كان عمر داك النهار كان عاب بوحدو في الطوموبيل كان هو اللي غادي يكون سايق، وكانوا غادي يلقاو البصمات ديالو في الفولو ماشي ديال كريم. المهم البوليس باش ما يزيدوش يضيعوا الوقت ديك الساعه اعتقلوا الشيفور، بداو معاهم حطوه في حراسه نظريه وبداو كل شويه كيعيطوا له باش يعمقوا معاه البحث مزيان. في نفس الوقت كان خاصهم يضغطوا عليه باش يعرفوا منه الحقيقه، دخلوه لغرفه التحقيق وداروا به البوليس من كل جهه وطريق، داروا به الدوره ديال الخاتم، قالوا له شوف بلا ما تعذبنا وبلا ما تعذب راسك غير اجينا من الاخر قول لينا كيفاش حتى قتلتي عمر وعلاش قتلتيه. السيد غير مع قالوا له هاد الهضره الدنيا دارت به، عينيه دمعو. في الاول نكر كيقول لهم انا ما قتلتوش، انا ما يمكن ليش نقتل شي واحد. قالوا له ديك الطوموبيل اللي درتي ديك الاكسبريس اللي شريتي منين جاوك الفلوس باش شريتيها؟ هنا قال لهم درت كريدي وشريتها، شريتها باش نترزق بها الله. قالوا له واخا سيدي درتي كريدي، يلا سيدي ورينا اين بانكا خديتي منها الكريدي.
ما خديتيش من البنك، خديتي من القروض الصغرى، دينا نشوفوا هاد القروض الصغرى اللي عطاوك الفلوس. هنا في عيد زير كاري بقى يدخل ويخرج في الهضره، السيد عارف راسو اصلا غير كيكذب عليهم. من بعد ضغط كبير في الاخر اعترف ليهم بكل شيء. اش كيقول كاري؟ كيقول باللي في داك النهار اللي وقعت فيه الجريمه، في داك الصباح كما العاده خرج ومشى للخدمه ديالو بحال اي نهار. مشى للخدمه حتى علموا الباترون ديالو اللي هو عمر باللي في العشيه خاصو يوصلوا لمدينه القنيطره، خاصو يديه حيت كان عنده شي شغل ضروري خاصو يمشي يقضيه تما. وداك الشيء اللي كان في العشيه عمر طلب من كريم باش يوصلوا بعدا للبنكه حيت كان خاصو يخرج الفلوس باش زعما يمشي يخلص شي خدامه اللي عنده. وفعلا السيد دار البنكه، الباترون دخل هز الفليسات ديالو، هز ديك 17 مليون وخرج. ومن بعد مشى يتقدى شي سلعه على حساب الخدمه. ملي سالا كاع الاشغال ديالو تقريبا مع ديك 7 العشيه شدوا الطريق لمدينه القنيطره. المشكله هنا شنو هو؟ المشكله هو كريم ملي شاف السيد دخل البنكه وجبد زهدومه ديال الفلوس سالو ريوغو، السيد طمع قال فلوس كتيرة هادي، فلوس ما عندها موالي، هذا دغيا نزرب عليهم نديرو الفليسات. يعني في ديك اللحظة كريم بدا يخطط باش يقتل الباترون ديالو، خطط باش يقتلو ويديرو فلوسو في الطريق. وغير خرجوا على المدينة تقريبا بواحد 2 كيلومتر وقف وقال لعمر غادي نهبط نشوف الرويضة اللورانية ديال الطوموبيل راه كنسمع فيها الصداع، ربما فيه شي مشكلة أنا عاود نطلع عليها. وباش يوهم الضاحية وما يخليه يشك في حتى شي حاجة فعلا هبط من الطوموبيل وفعلا مشى كيقلب الرويضة اللور، كيقلبها كيضرب فيها وتما فيه جبد الموس، جبد الموس من جيبو ودار الجهة الباب اللي فيه الباترون ديالو عمر، حل عليه الباب وبدا كيسددلو في الطعنات في العنق ديالو. السيد خلاه غارق في دماياته، من موراها هز داك الساك اللي فيه الفلوس وزاد بحالاته. قبل ما يمشي هزو رماه اللور في الكراسه اللوراني. كيقول كريم باللي كان كيخطط لهذا الشيء مده طويله حيت بحكم الخدمه ديال عمر كان عارفو ديما كيهز معاه فلوس كثيره، اما كيهز فلوس باش يشري السلعه، اما باش يخلص الخدامه، اما باش يضرب شي افان، اما باش دهاني السير يسير. وفي نفس الوقت هاد كريم كيشوف بلي الصالير ديالو، يعني الصالير اللي كيعطي هاد السيد ضعيف بزاف، يعني الصالير ما كانش كافيه باش يخلص الالتزامات ديالو. السيد ديما كان محنسر، ديما عايش في المشاكل، ديما في الضغوطات مع الاسره ديالو، ديما مرتو مصدعه، كيكمل الشهر غير بستارتر، كيكمل الشهر غير بالكريدي. وهذا الشيء اللي خلاه يبدا يفكر كيفاش يسرق الفلوس من الباترون ديالو، وكان خاصو يسرق فلوس كثيره، فلوس اللي يقدر يدير بها شي مشاريع صغير ولا شي حاجه اللي يدخل منها شي مصاريف اخر. وداك الشيء علاش هاد السيد ديما كان كيهز معاه واحد الموس، واحد بنقشه ديما دايرو في جيبو كيتسنى حتى تجيه الفرصه المناسبه اللي ينفذ فيها الجريمه ديالو. المهم كانت هذه هي الاعترافات كامله ديال كاري. من بعد ما خضعوا الاقوال ديالو داوه باش يدير اعاده تمثيل الجريمه، من موراها مباشرة حولوا المحكمة والتحكم عليه بالإعدام. طبيعة الحال ثم كتعرفوا بأن الإعدام كيبقى مع وقف التنفيذ في المغرب، إذا السيد عيدوز حياته كاملة في الحبس. اللي غادي نستافدوا من هذه القضية ديال اليوم هي أنك ما تبقاش تتعامل بالكاش بزاف قدام الناس، تعاملش بالليكيد. يعني شحال من واحد عنده مشاكل مادية كثيرة، شحال من واحد متعسر، ملي كيشوف عندك فلوس خصوصا الا كانت فلوس كثيره كيطمع وكيولي عنده كيطبع عنده دافع وحافز قوي باش يصفيها لك، باش يرتكب جريمته وياخذ دوك الفليسات يحل بهم مشاكله. خاصو يدي لك رزقك باش ما يبقاش هو مشكل. وملي كيتخشع مزيان في هذه القضيه كيتلبس به هذا الشيطان ديالو كتولي انت بالنسبه ليه هو المشكل اللي عنده في حياته. الا حيدك من الدنيا غادي يتهنى من الكريديات، غادي يتهنى من الالتزامات اللي عنده وما يبقى عنده حتى مشكل.
اذا شكون اللي المشكله بعده؟ هو انت، انت هو المشكل ديالو، خصو يتهنى منك. داكشي علاش الواحد يتعامل بالشيك ولا بشي وسيله الاداء اخرى، يعني بالتطبيقات ديال التليفون. الفلوس يعني الكاش عنده واحد السحر غريب، لا هو لا الذهب، النفس كتضعف قدامه. المهم ديما دير في بالك انك ممكن تكون ضحيه لذاك الشخص اللي انت داير فيه الخير، داك الشخص اللي انت مخدمه عندك، داك الشخص اللي دايرو انت في المقربين. وما دمتي باقي بالحياه فاعرف ان الناس اللي دايرين بك ما عندهمش الدافع ديال الجريمه. اول ما يتوفر عندهم، اول ما يصور لهم شيطانهم بانهم غادي يفلتوا بجلدهم من الجريمه، لان ديما القاتل كيتخيل بان الجريمه ديالو كامله ما غاديش يحصل، لانه كان عارف راسو يحصل ما يديرهاش. نهار توفر الحافز والدافع ديال الجريمه تاكد ان ساعتك قربت. المهم لايك تبع لينا مكاتب الخير، الله يخرجنا من دار العيب بالعيب، الله يرزقنا حسن الخاتمه، يجعل اخرنا احسن من اولنا، يجعلنا خفاف ظراف على قلوبكم، ويرزقنا الصحه والسلامه وطول العمر. خوتي خواتاتي دوزو بخير، تلقاو غدا ان شاء الله في نفس الموعد، ما تنساوش جيم تهلاو.